ها هي صافرة قطار الفلوجة بغداد تطلق صوتها لتعلن بدء تسيير الرحلات من جديد. صافرة لطالما انتظرها الأهالي هنا طويلا. خطوة مهمة تسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وتطوير النقل العام. يعني توقف هاي الفترة من 3 إلى 4 سنوات، توقف أيام كورونا والظروف الصعبة اللي مرت بها، والحمد لله أشكر بدأ القطار للعودة وعاد على مسراه، والحمد لله أشكر. وهاي تعتبر فرحة، احنا فرحانين نزيدنا لمحافظة الأنبار، لأنه بصراحة ناس طيبين يعني وناس محبين للقطار والحمد لله أشكر. افتتاح رسمي شهدته مدينة الفلوجة بحضور وزير النقل وشخصيات حكومية، إيذانا ببدء العمل بهذا الخط الحيوي، وبادرة مهمة للشروع في إكمال خط مدينة الرمادي التي ستتيح للمسافرين فرصة الوصول إلى وجهتهم بسهولة. هذا الخط سيخدم أهالينا في الفلوجة وخاصة طلبة الجامعات، وإحنا مقبلين على افتتاح العام الدراسي الجديد، سيسهم بسهولة وصولهم إلى سنتر بغداد في منطقة العلاوي ووصولهم إلى كلياتهم. عندنا أعمال صيانة للجسور إن شاء الله حتكمل قريبا، وإن شاء الله يصل قطارنا إلى سنتر الأنبار في الرمادي. عودة القطار تمثل بارقة أمل للأهالي هنا، إذ سيخفف على الطلبة والعوائل تكاليف النقل بين العاصمة والمحافظة. احنا هنا طبعا اليوم فرحانين جدا، يعني بعد 4 سنوات استأنف قطار الفلوجة بغداد رحلاته اليومية فلوجة بغداد ذهابا وإيابا، وهذا الاستئناف يمثل عودة وتسهيل أمور خاصة طلبة وخروجة وتوقيتات الحلوة. أكثر من 50 كيلومتر هي المسافة التي يقطعها قطار الفلوجة بغداد في رحلة واحدة باليوم، والتي هي الأخرى ستخفف الزخم الحاصل في مرآب السيارات. بعد 4 سنوات على توقفه بسبب التجاوزات غير القانونية على سكك الحديد، ها هو قطار الفلوجة بغداد يستأنف عمله لينعش شريان النقل العام برحلات آمنة. من الأنبار أحمد فلاح، قناة التغيير.